شارك سعادة السيد زايد بن راشد أزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة كمتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية، وذلك ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري. وخلال جلسات المنتدى التي امتدت على مدى يومين تطرق سعادة الوزير في جلسات اليوم الثاني إلى مجموعة من الموضوعات الهامة في المجال التكنولوجي وتجربة البحرين في التسوق الإلكتروني وأهم العناصر والمبادرات التي تجعل من المستهلك في قلب تجربة التسوق الرقمي. وعن التجربة البحرينية أشار سعادة الوزير إلى أن عنصر الجرأة مهم في تقديم التجارة الإلكترونية بالمنطقة، خصوصا في ظل تعاملات المستهلكين التقليدية ومخاوفهم من أي إشكالات جديدة في تعاملات الدفع، لذلك يجب إضافة عنصر الإبداع والطموح والتحدي، مضيفا أننا في البحرين نتطلع لأن نكون السباقين في إضافة تقديم تكنولوجيا G5 على مستوى البلاد اعتبارا من يونيو من العام الجاري. وقال الوزير إن تجربة التسوق ليست الوحيدة التي سيشملها التغيير، بل ستطال أيضا طرق الدفع التي ستتغير بشكل كبير وتجعل خدمات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل وأكثر أمانا. وأن إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك يشكل تحديا، موضحا أننا في البحرين قد حصلنا على هذا التوازن بالشكل الصحيح من خلال سن التشريعات ووضع القوانين التي تكفل تحقيق الأمان والخصوصية والحفاظ على البيانات والمعلومات التي يرغب بتحقيقها المستهلك بالدرجة الأولى.